بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كالعادة إذا كان في horizontal drop down menu يبقى لازم أن يكون في vertical drop down menu. منطقي، أنا عرفت الكيورد على فكرة وبقول لك عادي مش مشكلة، أنا فهمت الفكرة ماشية إزاي. أنا هكتب كلمة vertical drop down menu والأمور هتمشي تمام زي الفل. لو أنا كتبت vertical وعملت reload، هو يعني في مشكلة، انت لما بتضرب من وان بيظهر لك القايمة بتاعك بس يعني تحس انها ناقصة شوية حاجات كده. اكزاكتلي يا جماعة، المسألة ناقصة ان انت تضيف لها بقى، لانه بلوك ليفل اليمنت فانت محتاج تضيف له ستايل معين. فتروح كاتب ستايل ده في استخدامهم هم يا جماعة، الكلام ده انا ما جبتهوش من عندي، تمام؟ هتروح حاطط ماكس هايفن ويتس، طبعا خاصيه غنيه عن التعريف، وتحط ويتس معين، ونفرض انا هقول له 100 بيكسل الماكس ويتس بتاع عناصر القائمه دي، ما تنسى السيمي كولن بالله بعد اذنك. مثلا ديت هيبقى العرض بتاعي 100 بيكسل، فانت عملت ليميتيشن ساعتها يظهر معاك السهم الصغير ده عشان يظهر لك العناصر بتاعك، تمام؟ يبقى انت حددت له سبيسيفيك رينج معين كان خاص بيه وبيه هو وهو بس يا جماعه. ديت السيناريو بتاع vertical drop down menu. الكلام اللي بيتطبق على الهوريزونتال اكزاكتلي تماما بيتطبق على الفيرتيكال باستثناء الستايل لما بنضيف لها الماكس ويتس يا جماعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.